أهلا بحضراتكم معنا، لقاء يتجدد مع من القاهرة، وبالتأكيد حيكون مع حضراتكم النهاردة أكثر من وقفة حوارية، موضوعات مهمة لأنها الحقيقة بتمس من قريب جدا المواطن المصري. من منا لا يتحدث عن المحليات، ويعني كثير ربما من نقاط الخلل والإخفاق أيضا في مواجهة كثير من الموضوعات اللي وثيقة الصلة بالمواطن، القمامة وغيرها. الحقيقة دايما أصابع الانتقاد توجه في المقام الأول إلى المحليات، من الأهمية بمكان يكون في قواعد منظمة للأداء من قبل الإدارة المحلية. طبعا حالة من الترقب لما سوف يكون عليه قانون المحليات الجديد اللي بتناقشه الحكومة، أين يقف قانون الإدارة المحلية الآن سواء من الناحية الإجرائية أو أيضا مدى قدرته على معالجة كثير من أوجه القصور هذه وقدرته على مواجهة مشكلات كبيرة جدا. المقترحات في هذا الشأن متى تتبلور لترقى إلى قانون فاعل منظم لأداء الإدارة المحلية، وبالتأكيد الانتخابات المحلية أيضا في انتظار أن يخرج هذا القانون إلى النور حتى تمارس مهام عملها. هتكون أول وقفاتنا الحوارية مع حضراتكم النهاردة. موضوع تاني الحقيقة مهم جدا أيضا، وبيثير حالة من القلق، وإن كان في تطمينات أنها لن تطال السلع الرئيسية. ضريبة القيمة المضافة مرت بمشوار كبير جدا، بدأ ربما بضريبة المبيعات، ابتدى يبقى في اتجاه أن يكون في ضريبة القيمة المضافة. ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه هذه الضريبة؟ هتكون إيه أيضا القواعد المنظمة لها؟ في تأكيدات أن 90% تقريبا من السلع سوف تكون معفاة من هذه الضريبة. ما هي السلع والخدمات التي سوف تطالها هذه الضريبة؟ مدى انعكاسها على الأسعار والخدمات المقدمة وتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة؟ إلى أي مدى سوف يلبى أيضا في إطار تفعيل هذه الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة؟ كثير من التساؤلات أيضا نحاول إجابة عليها في حوارنا الثاني في من القاهرة اليوم. أهلا بحضراتكم من جديد، ونبتدي معاكم جولتنا الإخبارية اللي دايما بنستهل بيها برنامجنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اليوم أن الجيش المصري سيظل دائما وأبدا عند ثقة الشعب، وأكد في قوله جيش مصر فخر لها وهو جيش للشعب ومن الشعب. الرئيس السيسي ذكر ذلك بالتأكيد في إطار كلماته خلال احتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، و كان في طبعا اكثر من وقفه فيما افاد به الرئيس السيسي اليوم، اللي طبعا انتهز هذه الفرصه لتوجيه التحيه والتقدير والاحترام لارواح الشهداء سواء كانوا من الجيش او الشرطه او القضاء او اي شهيد مصري، وتمنى الامن والامان لمصر والصحه والعافيه ايضا لاي مصابين. مضى الرئيس السيسي يقول أن الجيش بدأ مهمة التأمين على الحدود قبل 30 يونيو بستة أشهر، وأن القوات الجوية تقوم على مدار 24 ساعة بتأمين الحدود كافة على الأخص الغربية، وذلك حتى لا يعني تسول نفس أحد في أنه يؤذي مصر والمصريين. وأضاف بأن مسيرة هذه التضحيات لا تتوقف وتبقى مستمرة. وأعرب الرئيس السيسي عن تهانيه للخريجين والأسرهم اللي قدموا أبنائهم لمصر للمشاركة في حمايته. اللي انت شفتوه النهاردة ده بيعكس جيش مصر. جيش مصر يعني فخر مصر. جيش كان دايما عند مستوى الأمل والثقة اللي الشعب المصري دايما كان بيرى في ده، في جيشه، جيش منه، جيش بتاعه، جيش ليه، جيش منه، جيش بتاعه، جيش ليه. هو ده جيش مصر، فخر مصر. إن الجيش ابتدى مهمة التأمين الحدود
قبل 30/6 بست شهور. قبل 30/6 بست شهور. في أماكن ما حدش يعرف أنا قلت الكلام ده قبل كده. والقوات الجوية اللي احنا موجودين في حفلتها النهاردة بتقوم على مدار الـ 24 ساعة. على مدار الـ 24 ساعة بتأمين الحدود، كل الحدود وعلى الأخص حدودنا الغربية. عشان ما حدش يفكر يجي يأذي مصر ولا المصريين. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 9 لسنة 2016 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016-2017 بعد أن تم اعتمادها من قبل مجلس النواب. ينص القانون على أنه تعتمد الأهداف المعلنة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بزيادة الموارد الكلية مقاومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3885.3 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقاوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 3244.8 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقاوم بالأسعار الثابتة يبلغ حوالي 2.5%. وينص القانون في مادته الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية بمفهوم الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2016-2017 بمجموع 570 مليار جنيه، منه 146.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة، منها 65 مليار جنيه و 48.7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية و 38.2 مليار جنيه للشركات العامة وحوالي 291 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني. ينص القانون كذلك على أن تخصص قروض ميسرة تبلغ 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%. نتحول إلى تصريحات لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قال فيها أن المجلس بيدرك تماما أن أحداث طهن الجبل بالمنيا هي حوادث فردية لا تعبر عن نسيج المجتمع المتماسك والمترابط، وأن النيابة تتولى تحقيقات في هذه الأحداث، في استبعاد بالتأكيد لأن يكون في يعني مجال أن هذه الأحداث ترقى إلى يعني فتنة طائفية لا سمح الله أو أشياء من هذا القبيل، هي حوادث فردية كما أكد رئيس الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء واللي أكد فيه إسماعيل أن الحكومة تصر على تطبيق القانون بصرامة على الجميع، ووجه أجهزة الأمن بإجهاض المحاولات البائسة واليائسة للنيل من الوحدة الوطنية قبل وقوعها واليقظة التامة وعدم التهاون في ضبط أي متهم وتقديمه للنيابة والعدالة. كما بحث مجلس الوزراء عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى عدد من التقارير المتعلقة بمعدلات سير المشروعات القومية الكبرى اللي بتنفذ، وأيضا الخدمات المقدمة إلى المواطنين. وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بصورة نهائية على مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 75 جنيه ل 125 جنيه، وجاء ده عقب تصويت المجلس على مشروع القانون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الإبقاء على الحد الأقصى عند 323 جنيه ونسبة الزيادة عند 10% كما هو متفق عليه. وده ما أسفر عنه أخذ رأي نهائي على حد قول دكتور علي عبد العال على مشروع القانون من موافقة ثلثي أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة أعضاء المجلس على مشروع القانون هذا بشكل نهائي، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه سبق أخذ رأي مجلس الدولة في مشروع القانون. معنا المزيد من المتابعة دكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تحية لحضرتك، مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. قراءه حضرتك لمشروع القانون بالنظر الى ما نص عليه من بنود خاصه فيما يتعلق بزياده المعاشات المستحقه بنسبه 10% اعتبارا من يوليو من العام الجاري 2016. وطبعا سيادتك انا عايز اقول لحضرتك ان بالفعل يوم وافق المجلس بشكل نهائي على الزياده، بالامس كان في توجه عام داخل المجلس من جميع الساده النواب وانحيازا الى اصحاب المعاشات والفئات المهمله. اليوم سيادتك على مدار 5 ساعات في لجنه القوى العامله اجتمعنا بوجود ممثلي الحكومه، سيد وزير الماليه، السيده وزيره التضامن الاجتماعي،
وكانت مناقشة اليوم على أسس علمية ومالية واقتصادية، وأنا سألت معالي أستاذ وزير المالية سؤال صريح، ما هو أقصى ما يمكن أن نفعله لأصحاب المعاشات؟ تم تداول جميع البنود، الموارد، التزامات الدولة، وفي النهاية انحازت اللجنة إلى الفئات المهمشة اللي بتشكل حوالي 3.5 مليون مواطن في مصر المعاش بتاعهم أقل من 1000 جنيه، ووافقنا على أن حد الزيادة يزيد من 75 إلى 125 جنيه. الكلام ده حضرتك بيزود أعباء الخزانة العامة 2 مليار جنيه، بالإضافة لل 14 مليار، يبقى القضية بتاعت المعاشات زودت الأعباء على الخزانة العامة اليوم تقريبا ب 16 مليار جنيه. لكن على الجانب الآخر، يعني إيجابا، إيه المردود ده على أرباب المعاشات؟ يعني ده أيضا يعني سؤال جدير بتوجيهه يا فندم. ما بقول لحضرتك إحنا كنا منحازين مع أصحاب المعاشات وبنتطلع لزيادة، البعض طالب امبارح في المجلس ب 15% والبعض طالب ب 20%. ما حدث اليوم إن الفئات اللي بتحصل على معاشات قليلة، بعض هذه الفئات الزيادة الفعلية اللي وصلت لهم هتبقى من 25 ل 11% حسب المعاش بتاعهم، لكن في بعض الفئات اللي هي معاشها قليل جدا زادت 25%. أهم من ده الحقيقة فندم، وإحنا النهاردة كلنا منحازين مع الفئات المهمشة بنتفاعل معاهم دولة بالكامل الاتجاه ان احنا نخدم الفئات ومناطق العشوائيه، لكن في الحقيقه من خلال قناه سيادتك انا بقول دلوقتي ان احنا محتاجين ان احنا نزود الدخل القومي للبلاد، نشوف ازاي هننشط السياحه بتاعتنا، ازاي الصناعه بتاعتنا تاخد وضعها تاني، الزراعه، لان لابد الدخل القومي بتاع البلاد تقوى الدفع للموارد اللي هي هتحدث توازن يعني، وتخلي المجال متسع ان يكون في دعم للفئات الاولى بالرعايه والدعم زي ما حضرتك بتقول. لازم يا فندم نبدا نشتغل ونزود الدخل القومي بتاعنا عشان نعرف نواجه المتطلبات. بالتاكيد احنا مش مكتفيين بهذه الزياده، وعارفين ان هناك ارتفاع في الغلاء، لكن ما حدث اليوم 16 مليار جنيه في الظروف اللي احنا موجودين فيها، اعتقد ان ده انجاز يعني يحسب لمجلس النواب وللحكومه التي تفاعلت مع المجلس ووافقت على الزياده. بشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب. أودعت محكمة النقد أسبابها في حكمها الصادر بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، والقضاء بعدم صحة عضويته مجلس النواب وبصحة عضوية دكتور عمرو الشوبكي بمجلس النواب عن المقعد الفردي بنفس الدائرة المذكورة. ويعني هيبقى فيه بالتأكيد قراءة لحيثيات الحكم اللي أصدرته المحكمة. ومعانا على تليفون الأستاذ عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري ومحامي الدكتور عمرو الشوبكي. أهلا بحضرتك أستاذ عصام. أهلا بك. يعني الحيثيات وإيه اللي يعني ارتكزت عليه المحكمة في حكمها اللي أصدرته واللي قضى باسترداد الدكتور عمرو الشوبكي لعضويته بمجلس النواب واستبعاد أحمد مرتضى منصور من هذه العضوية عن دائرة الدقي والعجوز. المحكمة الحقيقة استخدمت سلطتها في إعادة الأوضاع لنصابها الصحيح، لأنها وجدت أن هناك أخطاء مادية في عملية الفرز والتصويت والتجميع والرصد، فأعادت فرز اللجان بطاقات إبداء الرأي، وتبين اكتشفت أن هناك أخطاء، أعطيت أصوات لشخص على حساب الآخر، فعندما تمت المراجعة تبين أن النتيجة الحقيقية هو فوز الدكتور عمرو الشوكي. وبناء عليه الاخطاء يا استاذ عصام في عمليه تجميع الاصوات؟ لا، في عمليه تجميع، بمعنى انه بدل ما تعطي الالف مثلا